FM. الكلمة ليك. أنا ودي العسكر، العسكر ما عندوش نقابة، ما عندوش كي يدافع عليه. لما قعدوا الجنود على الجبهة اللي في الشعاب بحارسين أمنة عام كامل بدون تغيير ملابس داخلية، ما لهمش حد يجود، شكون يحكي عليهم؟ يحكي عليهم ياسين العياري. نعرفوا هذا ونتبعوا فيك. هذاك علاش أنا لاني نطق رسمي باسم مرزوقي، لاني نطق رسمي باسم مهدي جمعة. أنا ريت أمور ما عجبتنيش من واجبي، مش من حقي، من واجبي كمواطن وكناشط سياسي وكمدون اني نذكرها. صبت في خانه هذا او في خانه هذا، هذيك امور. نعم. انت انقذت المسؤول، قلت من الصف الثاني فحكم، ثم شكون نعت المرزوقي بابشع من ذلك ولم نعطيك ما اتعس. انت جماعه الحرس اللي في الثكنه نتاع الحرس بالزي نتاعهم وبالسلاح نتاعهم عملوا ديجاج القائد الاعلى للقوات المسلحه، حكمت عليهم نفس القاضيه ونفس الدائره ونفس الدائره تحكمت فيها. انا 4 شهور سرسي وعطتني عام سجن نفس. سنيش انا تفضل تتصل بسي علي الفطناسي مدير القضاء العسكري، قل له العداله العسكريه نتاعك كيفاش تمشي. كيش بها بالوجوه الاخرين المفروض يعدموا بالرصاص، يسمى تمرد مسلح، لابس الزي نتاعك والسلاح في 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 جيبك وتعتدي على رئيسك، يسمى تمرد. هذا كاب اف ام، الكلمه ليك.